وتنضم إلينا السيدة نورهان رفعت أرملة الشهيد المقدم مصطفى عبد الرزق. أستاذة نورهان، بعد التحية طبعا تحية للبطل الشهيد، لكن ماذا عن تكريم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسم الشهيد البطل وأثره في نفسك ونفس كل الأسرة؟ أولا أهلا بحضرتك، أنا مبسوطة إن أنا مع حضرتك النهاردة على الهواء. وإحنا كمان. ثانيا طبعا امبارح حقيقي كانت مشاعر قوية جدا بالفخر. أنا امبارح كنت في قمة الفخر بمصطفى، هو كان يستاهل التكريم الكبير أوي زي ده. طبعا مفيش أعلى من التكريم بالاستشهاد، ولكن طبعا تكريم سيادة الرئيس حاجة مشرفة لأي حد يعني. الحفلة كلها امبارح كانت مؤثرة جدا لكل الأهالي الشهداء، كانت حفلة على أعلى مستوى، والأفلام والعروض اللي اتقدمت فيها كانت مؤثرة وقوية جدا، إن هي عرضت بشكل واقعي قد إيه هم بيضحوا في حياتهم وقد إيه هم بيكافحوا في سبيل حماية مصر. فحقيقي إحنا فخورين جدا إن إحنا من أسر الشهداء. الله يرحمهم جميعا. تأثير هذا التكريم على الأسرة، حضرتك كنت موجودة طبعا وتسلمت التكريم، لكنه بالتأكيد الأثر على الأسرة ككل كان مختلف. بصراحة احنا كلنا امبارح كنا فخورين بيه أكتر ما احنا حزينين على فقدانه. كنا في قمة الفخر، العيلة كلها امبارح كانت بتتسلم معايا الوسام، مش أنا لوحدي، مش ابنه لوحدي، احنا كلنا كنا بنحتفل بالوسام ده. اي اسره تفخر ان فيها شهيد، ومش بيبقى على مستوى الجيل ده، اي اسره اي عيله فيها شهيد بتتكرم لاجيال متعاقبه كتير. امبارح كان معانا مجموعه من احفاد الشهداء اللي ضحوا بحياتهم سبيل حمايه مصر وحمايه الشعب المصري. صحيح. يعني ده من حسن حظنا، ده تكريم ربنا لنا بصراحه. اكيد فخورين جدا طبعا. كل التحية لحضرتك، والتحية طبعا للبطل الشهيد المقدم مصطفى عبد الرزق. شكرا جزيلا لك سيدة نورهان رفعت أرملة الشهيد المقدم مصطفى عبد الرزق، كنت معنا عبر الهاتف. إنما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحد تسري في قلب هذا الوطن، تعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله.